إياك فاكرني أحب تاني وأحب إمتى، وإنت اللي عارف أول وآخر الحب إنت، دمعي وابتسامتي شوقي وحناني كل العواطف وهبتها لك، لك وحدك إنت. وأحب تاني ليه وأقول لقلبي إيه، هو اللي حبك يحب تاني إن كان ده خصام على عين والراس، الصلح جميل والناس للناس. ده مش كلامي طبعا، ده كلام أستاذ مأمون الشناوي اللي راح بيه للست أم كلثوم بعد 24 سنة من الخصام أو المقاطعة، لأنه كان ودالها أغنية هذه الربيع عاد من تاني، حبت تعدل فيها زعل وقال محدش يعدل في كلامي. لما راح لها بالكلام ده هي عارفة بقى إن هو حساس قوي، قالت له بص يا مأمون أنا مش هعدل، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت كده زي واحد كاتب مسرحية بتبتدي من الفصل الثاني، فين الفصل الأول؟ الكلام عجبه المرة دي، هي أم كلثوم ذكية. وقالت له كمان إن كان ده خصام على العين والراس، الصلح جميل والناس للناس، كلام حلو بس ما يتغناش. راح رايح وقعد ورجع معاه أنساك يا سلام. ودي ولما هي خدت الكلام عجبها قوي فادته، دي من الأغاني الغريبة لأنها تاهت ما بين أربع ملحنين. أول واحد الشيخ زكريا أحمد، اديت له الكلام بعد أسبوعين توفاه الله. فمأمون الشناوي قال لها يا ست أم كلثوم أقرب واحد للشيخ زكريا تلميذه الشيخ سيد مكاوي. فراحت للشيخ سيد مكاوي، قال له راح للشيخ سيد مكاوي، قعد لحن المقدمة وبعدين بتكلمه، كان عنده يعني حاجة وعشرين سنة كان. فبتقول له هو راح في التليفون، تعرفين الشيخ سيد دمه خفيف وهي أكتر منه يعني. فبيقول لها وأنا هاخد كام في اللحن ده؟ قالت له أليس يكفيك فخرا إنك تلحن لأم كلثوم؟ قال لها والله أما بشتري من عند البقال اللي تحت البيت حاجة ما بيرضاش ياخد مني فخر. وما كملش اللحن. هي ديت اللحن كانت قايميها محمد فوزي اللي احنا سمعناه، كان هو عنده شركة الاسطوانات وكان بيسجل لها، فهي كانت عايزة تغني له وخد اللحن وعمل منه المقدمة. وبعدين كان عنده مأمون الشناوي وبليغ حمدي، بليغ اللي بيحكي الحكاية دي، فقال له يا مأمون قول المقدمة الكلام المكتوب أنساك يا سلام لبليغ. قال له قولها له تاني. فقعد بليغ غنى، قال له بص يا شفت يا مأمون عملها احسن من اللي انا عاملها، لان بليغ ما كانش يعرف ان فوزي هيغنيها او هيلحنها. فكمل ام كلثوم لما سمعت المقدمة قالت له كملها، فاللحن ده لف على اربع ملحنين لغايه ما وصل لنا من سنه زي ما قال اكرم سنه 61. فالليله دي في ختام الفاصل الاول مع كوكب المنارة بسملة كمان. عشان تعرفوا بنتنا الجميلة دي ما شاء الله بكرة كمان على المسرح الكبير في الأوبرا هتغني افرح يا قلبي وعن العشاء سألوني مع بسملة كمان. Thank you.
حبي